ومما يجب التنبيه عليه من بعض الأئمة وفقهم الله استعمال الميكروفون، يسرفون في استعماله، يجعله قوي جدا بحيث أنه يشق على أسماع المأمومين، لأن الصوت أكبر من أسماعهم. معلوم أن الصوت إذا صار مرتفعا يؤثر على السمع، ينبغي أنه يخفض الصوت، خليه بوسط، لا يخليه خافت ولا يخليه مرتفع جدا يشق على الناس وعلى المأمومين، ولا داعي لرفع الصوت أكثر من الحاجة. أنت المطلوب منك تسمع من خلفك، حتى لو قرأت بدون ميكروفون وهم عدد قليل يسمعونك، فإذا استعملت الميكروفون هذا لا بأس به، وهو نعمة من الله مساعد على تبليغ القرآن، لكن لا يستعمل بإسراف، يستعمل باعتدال. بل إن بعضهم هداهم الله يجعل مع الميكروفون زيادة صدى، يجعل معه زيادة صدى وهما خلفه إلا صف واحد يمكن ما فيه إلا عشرة أنفار، هذا معناه أنه يريد الطرب، ما هو بيريد الله، ما يصلح هذا. الصلاة ما هي بعبث، الصلاة عبادة، الصلاة طمأنينة وسكون وهدوء، ما يكون فيها أصوات مزعجة.